اهلا بحضراتكم مره تانيه مشاهدينا الكرام في اخر وقفتنا الحوريه في هذا الصباح، واللي هيكون لطابع سياحي واستقبال مصر لاول رحله للحج على خطى مسار رحله العائله المقدسه. هذا الفوج ضم 50 سائح ايطالي في زياره للبلاد بتستغرق 5 أيام، بتستهدف مزارات مسار العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى وفي مقدمتها دير وادي النطرون بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة. وزيرة السياحة من جانبها تمنت الاستمتاع لهذا الفوج، وأيضا أكدت أنه تم ترتيب برنامج محدد للوفد بيتضمن زيارة عدد من الأماكن اللي بيشملها مسار العائلة المقدسة. والزيارة الحقيقة لقت ترحيب مصري واسع من مختلف المؤسسات، واعتبر الكثير أن اعتماد مسار العائلة المقدسة كمقصد ديني للمسيحيين عبر العالم بيعد خطوة مهمة نحو تنشيط السياحة، وخصوصا في بعض المحافظات اللي ما كانتش على خريطة السياحة المصرية. حول هذا الموضوع وهذه الزيارة المهمة للوفد والفوج الإيطالي بيشرفني أن يكون معايا في الاستوديو الأستاذ ماجد الراهب، رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري. صباح الخير أستاذ ماجد. صباح النور. أهلا بك. خلينا في البداية نخرج لفاصل اللي بيستعرض بعض المعلومات عن مسار العائلة المقدسة والفوج الإيطالي، ونرجع لكم مرة تانية مشاهدينا. اهلا بكم مره ثانيه، واهلا بضيف الاستاذ ماجد الراهب. اهلا بك مره ثانيه استاذ ماجد، صباح الخير على حضرتك. وهذا الحدث السياحي المهم بزياره اول فوج من ايطاليا لزياره مسار العائله المقدسه، هذا الحدث بالتاكيد بيحمل اهميه كبيره على محاور مختلفه منها المحور الديني والثقافي وايضا السياحي. كيف ترى اهميه هذه الزياره استاذ ماجد؟ اهميه الزياره بنرجع بيها ورا شويه ليوم 4 أكتوبر 2017، عندما اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أيقونة رحلة العائلة المقدسة، واعتبار أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر هي حج سياحي أو حج ديني للمسيحيين كلهم. هذا الحدث وهذا الاعتراف من البابا ادى سبورت كبير جدا أنه نتمتع بمواسم حج متتالية من مسيحي العالم اللي بتقدر نسبة الحج الديني على مستوى العالم حوالي 60% من حجم السياحة العالمية، وده رقم مش قليل أبدا يعني. وطبعا لازم يبقى لمصر نصيب، لأنه الدولة الوحيدة اللي زارها السيد المسيح هي
مصر. علشان كده أهمية هذا الحدث أنه أول فوج يجي من الفاتيكان يصحبه عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين. ولأهمية الزيارة صاحبهم الأنبا برنابا أسقف الكنيسة القبطية في إيطاليا. الحدث دوت أنا أعتقد أنه لازم ما يعديش كده ببساطة. محتاج زخم إعلامي شديد جدا عشان نقدر نحسس العالم كله أنه مصر عندها استعداد تستقبل مثل هذه السياحة وعندها قابلية أنها تروج لمثل هذا الحدث اللي أعتقد هيبقى له مردود قوي جدا على الدخل السياحي في مصر. إيه اللي المفروض مصر تعمله علشان تقدر تستفيد بشكل كبير من قرار بابا الفاتيكان زي ما حضرتك ذكرت باعتماد مسار العائلة المقدسة في مصر؟ أنا كنت من أحد الأوائل اللي نادوا بتوثيق رحلة العائلة المقدسة وأنا تقدمت بمشروع اعتماد 13 محطة في المسار. والكلام ده أنا قدمته في وزارة الآثار وكان من ضمن الحاضرين وزارة السياحة ووزارة الثقافة. المطلوب من كل الجهات المعنية، ليس السياحة فقط ولا الآثار ولا الثقافة ولا المحليات، كل الجهات المعنية المفروض أنها تتكاتف عشان تعد هذه المحطات إلى الاستقبال الزوار. الفوج اللي جاي زيارته لا تتعدى 3 أو 4 أماكن. راحوا المعادي، الكنيسة العذراء المعادي، راحوا شجرة مريم، بس راحوا الكنيسة الكاثوليك اللي هي اسمها رحلة كنيسة العائلة المقدسة. أخذوا زيارة جانبها، زيارة ثقافية صوت وضوء، وحيطلعوا على الأديرة بتاعت وادي النطرون، الأربع أديرة اللي موجودة في وادي النطرون. لكن العائلة المقدسة أكبر من كده بكتير. إحنا عندنا أكتر من 7 محافظات مرت عليها العائلة المقدسة، سواء من أول سينا فوق في الفرمة انتهاءا بأسيوط اللي هو دير المحرق اللي مكست فيه العائلة أكبر مدة حوالي 6 أشهر. أيضا عندنا في القاهرة منطقة مهمة جدا وهي مصر القديمة اللي بتضم المغارة في كنيسة أبو سرجة، وحاليا بقى اسمها كنيسة المغارة بعد تجديدها وإعدادها للزيارة. لكن هناك أماكن محتاجة جدا للتطوير ومحتاجة إنها تبقى مهيئة لاستقبال سياح. عندنا جبل الطير في صملوط، عندنا سخة في كفر الشيخ، عندنا في الشرقية الزقازيق. كل الأماكن دي مش معدة لاستقبال السائح، مش مهيئة سياحيا، مش مهيئة سياحيا. مفيش دورات مياه، مفيش إقامة، مفيش مراكز زوار بحيث إنه نقدر نستقبل سياحة. هل دي بس العقبات اللي ممكن تواجه مسار هذه الرحلات اللي بتأتي لزيارة مسار العائلة المقدسة؟ يمكن رئيس لجنة إحياء رحلة العائلة المقدسة قال إنه أو صرح إنه بيتم إزالة بعض العقبات اللي ممكن تواجه هذه الرحلات. هل فقط هذه هي العقبات اللي هي عدم وجود البنية التحتية يمكن في بعض المحافظات اللي بتجعلها مش مهيئة لاستقبال السياح، أم هناك عقبات أخرى؟ طبعا دي أهم العقبات، حكاية تأهيل المحطات. لكن هناك تأهيل آخر وهو مهم جدا، تأهيل المجتمع. أنا عندي منطقة شجرة مريم في المطرية صعب جدا الزيارة فيها لأنها منطقة يعني شبه عشوائية، مساكن بتاعة الإسكان المؤقت أيام عبد الناصر، طبعا شكلها بشع. البيئة الموجودة مش مؤهلة لاستقبال السياح. علشان كده في رجل أعمال منير غبور كان تقدم بخطة لتطوير المنطقة على نفقته الخاصة.
ده مثال. في أمثلة كتيرة. عندنا مثلا العذراء الزيتون. العذراء الزيتون من الأماكن أيضا اللي مرت عليها العائلة المقدسة، وفيها الكنيسة القديمة وفيها الكاتدرائية الجديد. المنطقة محتاجة تطوير، محتاجة أنه يبقى فيها الشارع اللي بين الكنيستين ده يبقى المفروض شارع مشاة علشان الناس تاخد راحتها، خصوصا ان عندنا ارتباط بمواعيد معينة بتخص العذراء او بتخص العائلة المقدسة، بيبقى فيها احتفالات كبيرة جدا. صحيح. والكلام ده محتاج ازاي ااهل البيئة انها تستقبل سياح. انا عندي منطقة زي صمالوط اللي هي جبل الطير، بيبقى فيه مولد كل سنة بيبقى يوم 2/6 من كل عام. مش عايز اقول لك كم الزوار اللي بتزور المولد ده، بيتعدى 2 مليون. ده سياحة داخلية. طيب لما تروح بقى تبص هناك على المكان، هل مؤهل ان انا استقبل بقى سياحة خارجية؟ المكان يعني مش عايز اقول لك اكثر من رائع. الجبل والزراعة اللي تحتيه والنيل، يعني حتى المنظر الطبيعي للمكان فوق الرائع. لكن محتاج تأهيل، محتاج اعمل مركز زوار، محتاج اعمل كافيتريات، محتاج اعمل دبليو سي نظيف يقدر السائح يخش فيه. كل دي محتاجة شغل ومحتاجة تضافر جهود، مش وزارة واحدة ولا وزارتين. صحيح. محتاج تضافر لكل الجهات المعنية بالسياحة وأيضا بالثقافة. ده لازم نرجع تاني. محتاج وعي من المواطن ومن الإنسان المصري بشكل عام علشان نقدر نشجع عودة السياحة مرة أخرى. الحقيقة يمكن وقت الحوار أوشك على النتائج، ولكن سؤال أخير لحضرتك أستاذ ماجد، هل في ظل هذه الظروف والعقبات هل هناك رحلات أخرى متوقع أن هي تأتي لمصر لزيارة العائلة المقدسة في الفترة القادمة، وإزاي نقدر نخلي هذه الرحلات مستمرة؟ في طبعا في سبتمبر المفروض في رحلتين جايين، وأعتقد أنه هيئة تنشيط السياحة بتحاول تتفق على برامج سياحية. أنا أحب يعني أنوه لنوع من أنواع استقبال الأفواج دي بواسطة النيل. احنا عندنا كروزات كتيرة جدا في النيل شغالة الأقصر وأسوان. لو اشتغلت من المعادي اللي هي المحطة اللي العذراء أو العائلة المقدسة اتحركت منها في النيل ونزلت بها للصعيد، وشغلنا الكروزات على الرحلة دي، هتعمل شغل حلو جدا. هيبقى عندي المعادي، عندي صمالوط، عندي أسيوط، وممكن نكمل بعد كده لغاية الأقصر. أنا ممكن أدخل السياحة الثقافية مع السياحة الدينية. صحيح. واربطهم ببعض. صحيح. الحقيقة يعني حلول كتير ممكن يعني نلجأ إليها الحقيقة لعودة تنشيط السياحة مرة أخرى، ولوضع بالفعل مسار العائلة المقدسة من بيكونوا أهم من أهم المزارات في مصر. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت القصير الأستاذ ماجد الراهب رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري، شرفت بوجودك وأتمنى لقائك في حوارات أخرى إن شاء الله. ألف شكر. أشكرك جزيلا. بكده مشاهدين الكرام وصلنا لنقطة ختام حلقة النهاردة من هذا الصباح، نرجو أنها تكون قد حازت على إعجابكم بكل محتواها وفقرتها وحواراتها. غدا بإذن الله حلقة جديدة ولكن مع أسرة عمل جديدة. إلى اللقاء.